سليم، وعليكم البنات، كي دايره الغاليه على قلبي؟ كلشي هو هذاك، كلشي مزيان. الا كنتو اول مره تشاهدوا القناه، ما تنساوش تدعمونا بتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. شحال من وحده كتقول لي ودي راه ما كانش هو الشيء الوصفات ديالك اختي ورديه، راه خاصكم تحيدوا الاشتراك وتعاودوا تردوا وتفعلوا الجرس باش غير نلوح الفيديو يجيكم خبر بلي لحتو. هذا الشيء اللي كاين، والله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم يا ربي. واللي عنده شي عقده الله يفتح عليها، عقده الدنيا والاخره. وكيف ما طلبتوني قلت لي في التعليق عافاك كثرينا من الوصفات تاع عاشورة. خصكم تعرفوا واحد الحاجه البنات، باللي هاد 10 ايام الاولى في الشهر العربي المحرم راه كاملو وصفات عاشوراء. يعني كاين بعض الوصفات اللي كيتخدموا الليله ديال عاشوراء، وهاد الوصفه راه نعطيكم تخدميها في اي نهار بيتي، ما كاينش مشكل. حيت الوصفه حيت راه من النهار الاول تاع محرم راه هو كيتسمى عاشوراء، فهمتوني؟ وراه الوصفه تاع عاشوراء هو اصلا هاد الشهر كامل الدراريات الخدمه فيه راه مطرطقه البنات. واحد الحاجه البنات، اهم حاجه البنات النيه. وهاد الوصفه ما عندكش شي مشكل تخدميها بالليل بالنهار، ولا يعني تكوني طاهره ولا حاقده ما عندكش شي مشكل، سهله وبسيطه. ولكن كنحتاجو فيها ما كنحتاجوش فيها البنات التصويره، وحتى المكونات اللي فيها البنات ماشي شي مكونات اللي صعاب على حساب الدريات اللي كاين في الغربه وداك الشيء، سهله وبسيطه. كنحتاجو فيها فقط الشرويطه. كيف ما قلت لكم كنحاول ننوع لكم في الوصفات، باش درت لكم الفوسيخه، ندير لكم قبول، درت لكم ديال الصابون البلدي، درت لكم شحال من حاجه باش كل وحده تلقى داكشي اللي بغات. وراه ما فيها باس تخدموا شحال من وصفه، حيتاش هاد الوصفه بالضبط راه كتشد مده عام، يعني راه مده عام الدريات، يعني راه فرصه لا تعوض. المهم البنات كنحتاجوا الخرقه ولا كلينيكس ولا اللي كان. المهم الخرقه يعني راه باينه ديالاش، يعني اللي بينك وبين راجلك. كنحتاجوا العسل، ها هو، وكنحتاجو سكنجبير والبزار، ها هو. وكنحتاجو البنات السودانيه، شويه السودانيه مطحونه. وكنحتاجو قزبور، ولكن عيد حبوب، داكشي انا ما متوفرش شي عندي. وكنحتاجو شويه الحرمل وشويه القرنفل. نعاود ليكم، كنحتاجو سكنجبير، وكنحتاجو البزار، وكنحتاجو شويه السودانيه وقزبور حبوب والحرمل والقرنفل. حتى هنا راه كلشي باين وكلشي واضح. المهم كنهزر من ديك الشرويطه بحال هكا، كنديروا فيها البنات شويه العسل، كنقولوا بسم الله. البنات اللي كيقولوا لي عندي شرويطه قديمه واش نخدمها، ما عندكش شي المشكل، ما عندكش شي المشكل. الشرويطه قديمه جديده تكون في تعنا نهار، ما عندكش المشكل. كنديرو شويه البزار بحال هكا، وشويه سكنجبير بحال هكا. المهم البنات كنديرو شويه شويه من كل حاجه، شويه البزار، شويه سكنجبير، شويه دوك المكونات كامل اللي قلت لكم. وكنهزل من ديك الشرويطه كنقلبوها بحال هكا، كنلوها بحال هكا. شويه بحال هكا، شتو البنات؟ وكنعلقوها في صدرنا، سمعوني مزيان، كديرها في شي توب وكتعلقيها في صدرك، سمعوني مزيان، كتعلقيها في صدرك واحد ساعه ولا ساعتين في الجهه اليسريه تاع صدرك، يعني جهه القلب. ملي كتسالي البنات كتهزي واحد الطعيريجه تكون صغيوره، وكتخشي وسط هاد الشريويطه. سمعوا البنات مزيان، بالنسبه لهاد الوصفه راه ماشي ما كاينش المهم فيها تكوني طاهره ولا لا. الا كنتي طاهره ولا حايضه ما عندكش شي المشكل، واي نهار تخدميها في هاد الشهر العربي، يعني ديال اللي خصوصا الايامات العشره الاولين. من بعد ملي كديري ليها هادشي المكونات اللي قلت لكم، كتحطيها في صدرك اليسر يعني في الجنب ديال القلب، تخليها واحد ساعه ولا ساعتين، كل ما طولت كل ما كان احسن. كتهزي طعيريجه صغيره، كيف ما عرفتوا السواك راه عامري غير بالطعارج، عامري غير بالطعاش. كتهزي شي طعيريجه تكون صغيره وتخشي فيها هاد الشريويطه، وتسديها عليها ب عجينه مسوسه. شنو هي عجينه مسوسه؟ يعني عجينه كتهزي غير الدقيق ما تخلطيه، ما ديريش فيه شي الملحه، وكتسدي على ديك الطعيريجه مزيان، كتسديها مزيان. وهنا عندك الاختيار، هي تهزي ديك ديك الطعيريجه اللي مسديتيها بالعجينه، تسديها بالعجينه، تحطيها في شي مجمر يكون شاعل مزيان، وتحطيها وتبخري بها وهي كتحرق وهي كترطق. ما حد هي البنت كتحرق، وما حد داك الراجل عندك كيتحرق،
يعني كيهيج عليك، كيولي يفكر فيك، كيولي يعني راه تشوفيه ديك النهار بواحد الحاله، راه يولي يتشهك غير نتيا. وراه هاد الخدمه كيف ما قلت لكم كتخدم عام، يعني راه عام وهي كتقدي فيه عام، يعني داك عام راه يولي مأكل السمع على العسل، يعني راه يولي يبغيك تصدمي انتي من داك الحب ديالو. هذا الاختيار الاول، يتهزي داك التعريجه وترتقيها، يتهزيها وتحطيها في شي ديباردو عندك ولا شي حاجه، شي حاجه من حوايجك تكوني لابساها ديجا، يعني كيكون فيها العرق ديالك، وكتسدي عليها وتحطيها في الماتيو ديالك ولا في شي بلاصه ما يوصل لها حتى واحد مده عام، تحسبي لها مده عام عاد ترتقيها. يعني عاد ديريها في المجمر انت اللي عجبك، ولكن من الاحسن ديريها داك النهار تحطها في المجمر باش ترتق. ورا قلت لكم كيف ما هي كتحرق، والراس داك بركابي عندك كيتحرق، كيولي يعني مشتهيك عين نتيا، ولا كان الراجل زايغ عينو زايغ، عندك مشاكل معاه، مفارقه معاه، يعني راه شنقول لكم راه داروها عيالات، عطاتها لسيدات راه من جميع الدول العربيه، نجحات معاهم الحمد لله. يعني إذا فات 15 يوم شحال من وحده كانت يعني غضبانه في دارهم شهرين ورجعات لراجلها. جربوها البنات وما تعكزوا الشيء عليها، وراه ساهله وبسيطه. وبالنسبه للمال اللي كاين في الغربه راه ساهله وبسيطه، ولكن واحد الحاجه فوسخوا قبل ما ديروا هذه الوصفه، فوسخوا مزيان راسكم باش ينجحوا لكم الوصفات، حيت شحال من واحد كيكون عنده التعكيس والمانع ما كيخليش الشيء الامور تسقم ليها. داكشي علاش البنات انا راه الحاجه كنقولها لكم انا من خاطري، داكشي علاش تفوسخوا وردوا البال وديروا التحصين في هاد العواشر، ردوا البال مابقاوش غير تخرجوا وتدخلوا، حيت الوقت راه خايبه بزاف، الوقت راه خايبه في هاد العواشر. يعني اش كاين اللي كيسحل شي والعياذ بالله، حنا ما كنديروش حتى شي حاجه كتادن كناديو بها الغير، لا كنديرو غير شي قبول شي تهيج ولا شي حاجه، شي حاجه ناديو بها الغير ما كاينلاش. داكشي علاش كنقول لكم شدوا ديوركم وديروا التحصين، وتبغيو تخرجوا في هاد الايام تخرجوا نتوما موضين، باش حتى الا دستوا على شي حاجه ماشي ديالكم ما تشد شي فيكم، حيت الحاجه الانواع تاع السحور اللي كيتخدموا في هاد العاشوره ما كنبغيش ندخل في هاد الامور بزاف. السحور اللي كيقولوا في عاشوره بلا ما نذكر سميتهم راه خطيرين بزاف الدريات، داكشي علاش كنقول لكم شدوا داركم بتخرجي خرجي انت يعني موضيه عملي التحصين ليك باش حتى حاجه ما تشد فيك، ما تشد فيك لا خويا ويا لا والو، حيت الا مشيتي تتصابيتي في هذا النهار راه صعيب انك ترجعي، يعني راه كاين اللي حياته تدمرات في هذا النهار، واخا داكشي ما تعملش ليه هو كيصدق دايز على شي سحر ديال شي واحد اخر، وكيصدق هو اللي تصحاب. داكشي علاش البنات هذا الشيء كنطول لكم هاد الفيديوهات وكنكثر فيهم الهضره ديال عاشوره، حيت انا خايفه عليكم بحال خواتاتي. داكشي علاش كنقول لكم شدوا داركم شويه مابقاش تيقوا، وكاين شي مات كيقولوا لي لا ديري صاحبتي الوصفه، الا ديريها لراسك وخدميها لراسك. ودوك البنات كيقول لكم الشيخ السوسي والشيخ الدكالي والشيخ هذاك راه كيكذبوا عليكم، ما تخلوا حد يضحك عليكم، خدموا الوصفات لراسكم والله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم يا ربي امين. وما تنسيوش تشاركوا في القناه وتدعمونا باش نكثروا لكم حتى حنا من الفيديوهات، راه باش تشجعونا، حيت ملي ما كيكونوا الشاي مشاهدات ما كنعرفوش واش بغيتوا باقي الوصفات ولا ما بغيتوهم الشاي، والله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم يا ربي. السلام عليكم البنات، كي دايره الغاليه على قلبي، كلشي هو هذاك كلشي مزيان. الا كنتو اول مره تشاهدوا القناه ما تنساوش تدعمونا بتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. شحال من وحده كتقول لي ودي راه ما كنشوفو الشاي الوصفات ديالك اختي ورديه، راه خاصكم تحيدوا الاشتراك وتعاودوا تردوا وتفعلوا الجرس باش غير نلوح الفيديو يجيكم خبر بلي لحتو. هذا الشيء اللي كاين والله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم يا ربي، واللي عندها شي عقده الله يفتح عليها عقده الدنيا والاخره. وكيف ما طلبتوني قلت لي في التعليق عافاك كثرينا من الوصفات تاع عاشوره، خصكم تعرفوا واحد الحاجه البنات بلي هاد 10 ايام الاولى في الشهر العربي ديال المحرم راه كاملو وصفه عاشوره، يعني كاين بعض الوصفات اللي كيتخدموا الليله ديال عاشوره
وهاد الوصفه راه نعطيكم تخدميها في اي نهار بيتي، ما كاينش مشكل حيت الوصفه حيت راه من نهار